يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من فرنسا يقول: تزوجت من امرأة لها ولنا أطفال صغار. نعم. يقول: تزوجت من امرأة ولنا أطفال صغار. نعم. وبعد ذلك علمت أن زوجتي تتعاطى المخدرات، فما نصيحتكم؟ وهل يجوز لي أن أطلقها لهذا السبب؟ ما هو يجوز لك، يجب عليك أن تطلقها ما دامت تتعاطى المخدرات، هذه تفسد بيتك وتفسد أولادك، وأن تؤويها وهي مجرمة، يجب عليك المبادرة بطلاقها وفراقها. إلا لو تابت توبة صحيحة وتركت المخدرات فهي زوجتك، أما إن استمرت فلا يصلح أن تبقى. نعم.